FM. الكلمة ليك. مرحبا بكم في الكابريس. نقرأ خمسة عناوين اليوم شدت انتباهي أنا شخصيا. نبدأ بجريدة التونسية في صفحة 14. قالك سبعة جمل تأثيرها أقوى من عبارة نحبك. قالك ثم سبعة جمل يقولها الراجل المرأة أقوى من عبارة نحبك، كما تحبش تأخوني، نحبك ديما بجنبي، أنا باش نقعد ديما بحذاك. هذوم ينجموا يأثروا على المرأة برشا. بورتون ثم جملة تقولها الطفل الوليد ينجم يتيح ما في عينه بلا، حكيت عليك لأمي. ويبدا عاد بعد ما يهزش وتمشي الدنيا مريقله حبيبي. نمشيو للصريح في الصفحه الرياضيه في الصفحه الرابعه. عصام جمعه يقول هناك من يرفض عودتي الى الترجي. عصام جمعه قال راه ثم شكون في الاسبيرونس ما يحبنيش نرجع. نورمال عصام، هذه اول اخر فرصه تضيعها ولا اول فرصه بلا يا ما ضيعت. نمشيو للشروق في الصفحه الرابعه. بعد مخاض عسير النداء يختار قيادته. النداء اختار شكون باش يقودوا، وزاد اختاروا اسماء باش يكون عندها زاد مهام. وانت تعرف تو كيفاش نعطيو مهام العباد في حزب كبير، لازم عندها قلوب الرجال. لازم عندها قلوب الرجال باش نجم تسير مليح. ونشوف مثلا ثم هيثم الاحمر، اكرام مولاهي، نبيل قروي، تحسهم قلوب الرمان. ايوه نمشي لخبر الرابع في الصباح الأسبوعي صفحة مظهر الثالثة كمان يش غالط. في لقاء شعبي بالعاصمة مرزوق يعلن عن توجهات حزبه ويدعو السبسي لافتتاح مؤتمر 2 مارس. قالوا السبسي ماذا بيك تحضر في مؤتمر 2 مارس؟ سير في مارس محسن، سير مش هر واحد آخر في مارس. آخر خبر في الصريح كيف كيف في الصفحة الثانية، مختار تليلي يكشف الأسرار في كتاب عن مسيرته. مختار تليلي بش عمل كتاب على المسيرة بتاعه، ويقول تليلي ركز مليح في الجملة هذه، سيتحدث عن ظاهرة التلاعب بنتائج المقابلات وبالحكم. يظل يحكي من خلال تجربة شخصية. هلا بارك الله فيكم الناس كل. كانت هذه الكابريس كابريس. الكلمة ليك.